السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية في الجزء الثالث من الدرس الرابع في وحدتنا الثالثة. وطبعا الجزء ده شكل ما قلنا خاص بالماث، خاص بالرياضيات، والنهاردة هنعرف ازاي how to multiply multi digit numbers، يعني ازاي بنضرب الارقام اللي مكونة من اكتر من رقم، من رقمين او ثلاثة او اربعة، يعني من ارقام متعددة. بس في الدرس ده هو هيركز على ضرب رقمين اتنين. كلمة multi digit يعني متعدد الارقام. الموضوع سهل وبسيط جدا، بس قبل ما نبتدي يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. تعالوا الاول نبتدي ب الفوكابيولاري بتاعتنا اللي مدهالي في الدرس الرابع. اول كلمة طبعا عندنا كلمة sports day. sports day حبايبي بمعنى يوم رياضي. box، box حبايبي بمعنى صندوق. order، order حبايبي بمعنى يطلب. multiply، multiply، multiply حبايبي بمعنى يضرب. وطبعا هناخد بقى بالمرة كلمة multiplied by. multiplied by يعني مضروب فيه. وكمان خدنا كلمة ضرب بمعنى times، يعني لما اقول 1 times 2 يعني 1 في 2، يعني 1 ضرب 2. يبقى الكلمات دي هحتاجها ان شاء الله وانا بشتغل في الدرس ده. طبعا حبايبي لما اجي اضرب اي رقم مكون من رقمين هلاقي ان الارقام هنا نوعين. في ارقام بتبدأ بالزيرو، بالصفر. وطبعا لما يكون الارقام بتبدأ بالصفر بالزيرو فالموضوع هيبقى سهل بالنسبة لي. ليه يا مستر؟ قال لي اول حاجة تعالوا نشوف احنا هنضرب ازاي اصلا. قال لي شكل ما كنا بناخد في الجمع والطرح، انا هحط المسألة بشكل عمودي، يعني هكتب 20 times 10 يعني 20 في 10 او 10 في 20. طبعا كلمة ضرب اسمها times او multiplied by. طبعا حبايبي الموضوع لما يكون فيه صفر بيبقى سهل جدا. ليه؟ لان اي صفر بيبقى موجود بنزله شكل ما هو. طب اقدر يا مستر فيه صفرين؟ خلاص بنزل الصفرين شكل ما هما. فاذا انا نزلت الصفرين اللي موجودين. طب 1 times 2 is 2، يعني 1 في 2 بيساوي 2، فبالتالي حاصل ضرب المسألة دي هيطلع 200 يعني 200. تعالوا نشوف برضو 30 في 40، 30 times 40. طبعا ادي 30 times 40. طبعا فين كم صفر؟ 2، يبقى هنزل الصفرين حبايبي. طيب 3 times 4، 3 في 4 هتقول له مستر ب 12، فبالتالي هتقول 1200 يعني 1200. طب يا مستر لو واحد من الاثنين بس اللي فيه صفر، يعني اللي هو بيقول لي مثلا 30 times 28 يعني 30 في 28. قال لي برضو طالما اي رقم من الاثنين فيه صفر فالموضوع بسيط جدا بالنسبة لي. ليه؟ ادي 30 times 28 يعني 30 في 28. تعالوا يلا في صفر خلاص، يبقى انا هنزل الصفر ده شكل ما هو الزيرو ده. طب تعالوا نضرب يلا، اصبح عند رقم واحد بضربه في رقمين. طريقة الضرب المعتادة اللي سهلة جدا، 3 times 8 يعني 3 في 8 طبعا بيساوي 24. طيب هكتب ال 24 كلها؟ قال لي لا، بكتب ال 4 بس، هيبقى لي 2، هحط ال 2 فوق هنا عشان استنى شوية بعد ما اضرب. طيب 3 times 2 يعني 3 في 2 هتقول لي ب 6، طب والاثنين دي هجمعها بقى على الناتج بتاع الضرب ده. 3 في 2 بكام؟ ب 6. طيب يبقى 6 و 2 8، تطلع حبايبي 840. تاني 840. يبقى سواء الرقمين دول واحد فيهم اللي فيه صفر او الاثنين فيهم صفرين هيبقى الموضوع بسيط جدا، لان اي صفر بينزل شكل ما هو، لو صفرين بينزل برضو صفرين. طيب يا مستر بقى لو المسألة دي فيها ارقام او الرقمين دول مفيش اي رقم فيهم بيبدأ بالزيرو، يعني مثلا لو انا جيت اديتك مثلا 32 times 14 يعني 32 في 14، طبعا ولا رقم من دول بيبدأ حبايبي بكام؟ بيبدأ بالزيرو. طيب قال لي تعالى يلا نبدأ ونحط المسألة بشكل عمودي، يبقى دي 32 what times وادي 14. طب اعمل ايه بقى؟ قال لي ركز قوي في الكلام اللي انا هقوله ده. طبعا احنا بنعمل المسألة دي على ثلاث خطوات. تاني المسألة دي حبايبي بتبقى على ثلاث خطوات. الخطوة الاولى هو ان انا بضرب الاحد في الرقمين اللي فوق، وبعدين العشرات في الرقمين اللي فوق، وبعد كده اجمع. يبقى في كم خطوة؟ هتقول لي ثلاثة. اول خطوة ضرب، تاني خطوة ضرب، تالت خطوة جمع.
طب يا مستر لما اجي اضرب بحط الارقام ازاي؟ تعال نشوف بنحط الارقام ازاي لما نيجي نضرب رقمين مختلفين وكمان مفهومش زيرو. تعال نشوف الخطوة الاولانية. هتقول الخطوة الاولانية هضرب الاربعة في الاثنين وتلاتين. الفور تايمز 32. طيب 4 تايمز 2 يعني الاربعة في اثنين هتقول لي يا مستر 8 تمانية. طيب 4 تايمز 3 الاربعة في ثلاثة هتقول لي باتناشر خلاص، فانا هكتب التويلف بتاعتي فطلعت 128. طيب تعال بقى الواحد هنا حبايبي او الوان ده في التنز في خانة العشرات، قال لي طالما انا هضرب الواحد اللي في خانة العشرات يبقى اذا لازم احط تحت الرقم الاولاني صفر طبيعي. طب قدر كان في خانة المئات يبقى اكتب صفرين قبل ما اكتب الناتج. تاني حبايبي لما اجي اضرب خانة العشرات في الرقمين اللي فوق دايما سيب صفر الاول وبعدين اضرب. طب لو كان مية لو كان خانة مئات يبقى برضو هسيب صفرين وده في الارقام اللي فيها تلات ارقام. طيب يبقى اذا تاني لما اجي اضرب خانة العشرات سيب صفر الاول وبعدين اضرب حبيبي. 1 times 2 هتقول لي 2 يا مستر. طب 1 times 3 is 3. طيب الخطوة اللي جاية هتقول لي الخطوة اللي جاية هتبقى adding جمع. تعالوا يلا نجمع الرقمين بتوعنا دول. طيب 8 plus 0 is 8. 2 plus 2 is 4. 1 plus 3 is 4. يطلع الناتج بتاعنا 448. تاني 448. تعال ناخد مثلا مثال تاني 16 by 24. يبقى انا عندي 16 في 24. تعال نحطهم بشكل رأسي، تعال نحطهم بشكل عمودي، يبقى ادي 24 وادي تايمز وادي 16. يلا برافو عليك. ويلا هنعمل ايه؟ هتقول لي الاحاد في اللي فوق وبعدين العشرات في اللي فوق وبعد كده حجمع. كم خطوة دول؟ قال لي 3 steps، 3 خطوات حبايبي. اول خطوة ضرب، تاني خطوة ضرب، تالت خطوة جمع. طب تعال نشوف الاول، دي خانة الاحد فعلى طول هضرب واحط الارقام بتاعتي. 6 times 4 يعني 6 مضروبة في 4 هتقول لي 24 يعني 24. طب هكتبها كلها؟ هتقول لي لا طبعا، هكتب ال 4 بتاعتي وال 2 هتبقى هنا. طيب 6 by 2 هتقول لي 12 وعندنا كمان 2 يبقى 14، يبقى تطلع 144. طيب تعال يلا نضرب التاني. طب التاني ده احد ولا عشرات؟ هتقول لي يا مستر عشرات، يبقى احط ايه هنا؟ هتقول لي زيرو. طب وبعدين 1 باي 1 تايمز 4 از 4، 1 تايمز 2 از 2. يلا الخطوه الجايه ايه قلنا حبايبي؟ ايوه الخطوه الجايه حبايبي هي جمع ادينج. يلا 4 بلس 0 از 4. طب 4 بلس 4 از 8. 1 بلس 2 از 3. يطلع الناتج بتاعي 384. تاني 384. وبكده يبقى انا ضربت عددين كل عدد فيهم مكون من رقمين، سواء كان فيه صفر في الرقم ده او مفيش صفر، بشكل سهل وبسيط جدا. تعالوا نشوف بقى حبايبي في الكتاب، مديني 10 باي 10. هتقول له يا مستر دي فيها زير يعني فيها اصفار، فحد دول كم صفر؟ ادي صفرين. 1 باي 1 1 times 1 is 1. طيب تعال هنا 30 times 20 في كم صفر؟ هتقول لي 2 فحطيت 2 zeros. طيب عندنا 2 times 3 is 6 فطلعت 600. نفس الكلام 50 times 50، قال لي حط هنا 2 zeros صفرين 2. طب 5 times 5 is 25 فطلعت حبايبي 2500. طب تعال بقى على المسألة اللي ما فيهاش اصفار دي، هل الناتج ده يا مستر طلع ازاي؟ تعال كده نشوف بشكل عمودي. ادي 38 تايمز 24. تعالوا يلا قلنا ضرب ضرب جمع. طيب تعال كده نشوف الاولاني، ادي 4 باي 8 4 تايمز 8 يعني الاربعة في 8. طبعا عارفين الاربعة في 8 ب 32 يعني ب 32، هكتب ال 2 بس. طب وبعدين بعد ما اكتب ال 2 ال 3 هتروح فين؟ هتقول لي فوق ال 3 هناك. طيب 4 times 3 is 12، 3 في 4 ب 12 وعندي 3 كمان يبقى ديت 15 15، فهيطلع الناتج بتاعي 152. طب تعالى يلا انا هضرب ايه كده؟ هتقول له يا مستر العشرات، يبقى لازم احط هنا يا حبايبي 0.
طب 2 باي 8 2 تايمز 8 هتقول لي 16 هحط ال 6 وال 1 بتاعي يخليه هنا 2 تايمز 3 is 6 6 بلس 1 هتقول لي 6 بلس 1 is 7 تعالوا يلا نجمع ودي الخطوة الثالثة 2 بلس 0 is 2 5 بلس 6 is 11 ال 1 بتاعي وال 1 هوديه هناك على another one يبقى 2 2 plus 7 is 9 فطلع الناتج بتاعي 912 اللي هو الناتج ده. طبعا مديلي المثال على المسائل اللفظية فبيقول لي in his field يعني في الحقل بتاعه ماجد planted 29 seeds زرع حبيبي 29 بذرة in each row في كل صف he has got 32 rows وعنده كام حبيبي صف 32 صف How many seeds did Maggie plant? بقول لي كم عدد البذور اللي هو زرعها؟ عشان اجيب العدد اللي كل للبذور يبقى لازم اضرب عدد البذور في عدد الصفوف اللي هو ايه حبايبي؟ هتقول له يا مستر اللي هو 32 times 29 يلا تعالوا يلا نضرب نضرب نجمع طيب 9 times 2 is 18 يبقى الوان بتاعي هنا 9 times 3 is 27 and 1 is 28 يبقى طلعت 28 يبقى طلعت 288 تعالى نضرب هضرب خانة ايه وهتنسى العشرات يبقى فينا ايه 0 طيب 2 times 2 is 4 2 times 3 is 6 تعالوا يلا نجمع ونشوف يا ترى هيطلع الناتج ده ولا لا 8 plus 0 is 8 8 plus 4 is 12 يلا حط 2 وال 1 يروح على ال 2 الثانية تبقى 3 3 plus 6 is 9 فطلع الناتج حبايبي هو 928 تاني 928 تعالوا نشوف حبايبي يلا اول كويز هو مدهنا بيقول لي 10 times 30 دي سهل قوي حتى من غير ما اعملها بشكل عمودي ليه في عندنا صفرين 2 فانا هكتب ال 2 zeros اهو طب 1 times 3 is 3 فتطلع 300 طيب تعال نشوف يلا المسألة التانية بقول لي 32 times 45 هتقولي لا بقى مستر تعال نحط بشكل عمودي ادي 32 times 45 يلا حبايبي تعالوا يلا نضرب 5 times 2 هتقولي 10 حط الزيرو وال1 يروح هناك طيب 5 times 3 is 15 and 1 is 16 تطلع 160 طب تعالوا يلا نشوف التاني انا هضرب ايه هتقول لي التنز العشرات يبقى هحط طول هحط الزيرو هنا قبل ما اضرب ولا اعمل اي حاجة 4 times 2 is 8 طيب 4 times 3 is 12 يبقى هكتب ال 12 بتاعتي تعالوا بقى نجمع ونطلع الناتج 0 plus 0 0 6 plus 8 is 14 هكتب ال 4 بتاعتي وعند ال 1 يروح على ال 1 ده فيبقى 2 2 plus 2 is 4 طيب فينا حاجة هتقول لي لا فحط ال 1 بتاعي طلعت 1440 طيب تعالوا نشوف يلا المسألة اللي بعدها بيقول لي 24 times 56 يلا تعالى ادي 24 وادي times وادي 56 تعالوا حبايبي يلا نضرب 4 times 6 is 24 يبقى هكتب ال 4 وال 2 هتروح هناك 4 times 5 is 20 وعندنا 2 يبقى 22 طيب تعالوا يلا نضرب خانة العشرات قبل ما اضرب خانة العشرات يبقى لازم احط هنا 0 طيب 2 by 6 is 12 هكتب ال 2 بتاعتي طيب فاضل لنا ايه 1 هحطه هناك 2 times 5 is 10 عندنا 1 يبقى 11 تعالوا بقى يا حبايبي نجمع 4 plus 0 is 4 2 plus 2 is 4 2 plus 1 is 3 and 1 يطلع الناتج يا حبايبي 1344 تعال نشوف يلا المسألة الأخيرة بقول 21 times 41
حبايبي انا هقول لكم دي بقى بس بطريقة سحرية، اوعى تقولها لحد. لما يكون الرقمين الاتنين بيبدأوا بواحد هقول لك تعمل ايه. تعال نشوف بسرعة كده. قال لي لما يكون الرقمين بيبدأوا بواحد بالمنظر ده، قال لي هضرب الاولاني في الاولاني، الاحاد في الاحاد، فيطلع وان. طيب العشرات في العشرات فتطلع، يعني اضرب يا مستر الاتنين في اربعة، هتقول لي اه بتطلع ايت، واكتبها تحت يمة الشمال. وبعدين قال لي هجمع التو والفور، تعالى نجمع كده الاتنين والاربعة هتطلع سكس، فيطلع الناتج 861. ايه رأيكم بقى في الطريقة السحرية دي؟ تاني، اي رقمين بيبدأوا بواحد بيبدأوا بواحد، بضرب الواحد في الواحد، وبعدين اضرب العشرات في العشرات، وبعدين اجمع العشرات يطلع لي الناتج حبايبي. طب قدر العشرات دي يا مستر، لو جمعتها طلعت اكتر من العشرة؟ قال لي بحط الاحاد واجمع العشرات على الرقم اللي بعده. تعالى حبايبي بقى نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مدهالي في صفحة 155. تعالى على اول مسألة، بيقول لي 12 times 13، يعني 12 في 13. طبعا تعالوا هنكتبها برضو بشكل رأسي، يبقى دي 12 وادي times وادي 13. تعالوا يلا نضرب الاحاد، الرقم الاولاني هضربه في الاثنين، ورقم الثاني برضو العشرات هضربه في الاثنين. 2 times 3 is 6 and 2 times 1 is 2. طب تعالى نضرب يلا العشرات، طالما هضرب العشرات قلت بحط هنا يا حبايبي 0. 1 is 1. يبقى اذا تعالى بقى الخطوة الثالثة وهي الجمع، 6 plus 0 is 6، 2 plus 3 is 5. وطبعا هنا ما فيش رقم، يبقى بالتالي هحط ال1 بتاعي فيبقى 156. تاني 156. تعالى نشوف يلا رقم 2، بيقول لي 23 times 11، تاني 23 times 11، برضو نفس الكلام حبايبي اهون بشكل رأسي، يبقى ادي 11 وادي 23. تعالوا يلا نضرب، هتبقى 23، وعندنا هنحط الزيرو لان هضرب التاني وهتبقى برضو 23. تعالوا يلا نجمع 23. سوري، طيب 0 plus 3 is 3 2 plus 3 is 5، وحط التو بتاعتي تطلع 253. تاني 253. المسألة اللي بعدها حبايبي بيقول لي 42 times 15، 42 في 15، ادي 15 حبايبي times 42. تعالوا يلا نضرب شكل ما بنضرب، هنضرب الاحاد الاول اللي هي الونز، عندنا 5 times 2 is 10، هكتب الزيرو بتاعي واحط الون هنا فوق. طيب 5 times 4 is 20، وعندنا 1 يبقى 21. طالما هضرب الرقم اللي موجود في العشرات يبقى لازم احط هنا 0. طب 1 times 2 is 2 and 1 times 4 is 4. تعالوا يلا الخطوة الثالثة وهي الجمع، 0 plus 0 is 0 1 plus 2 is 3 and 2 plus 4 is 6. يطلع الناتج حبايبي 630. يبقى الناتج حبايبي 630، يعني 630. المسألة اللي بعدها بقول 19 times 16، add 16 times 19. تعالوا يلا نضرب الأول، 6 times 9 يبقى 54. طبعا 54 يعني 54، هحط الفور بتاعتي والفايف هناك فوق. طيب عندنا 6 times 1 is 6 plus 5 is 11، فتطلع حبايبي 114. تعالوا يلا هنضرب الرقم اللي موجود في خانة العشرات، فبالتالي لازم احط في الاول 0. طب 1 times 19 هتطلع هي 19 شكل ما هي. تعالوا يلا الخطوة اللي بعدها هنجمع، يلا 4 plus 0 is 4 1 plus 9 is 10، حط الزيرو بتاعي ويبقى لي حبايبي 1، الوان احط 4 على الوان يبقى 2 2 plus 1 is 3، فيطلع عندنا 304. تاني 304 يبقى 304. رقم 5 بيقول لي 14 times 31، يعني 14 في 31، ادي ال 14 حبايبي وادي 31، ادي ال 31. يلا تعالوا نضرب الاول الاحاد، انا عندي 4 times 1 is 4 and 4 times 3 is 12 يبقى طلعت 124. تعالوا نضرب يلا الرقم اللي موجود في العشرات، يبقى لازم قبل ما اعمل اي حاجة
احط الزيرو. 1 باي 1 1 تايمز 1 از 1 اند 1 تايمز 3 از 3. تعالوا يلا الخطوه اللي بعد كده هنجمع. 4 بلس 0 از 4 2 بلس 1 از 3 3 بلس 1 از 4 تطلع 434. المساله الاخيره حبايبي بيقول 17 تايمز 25 يعني 17 في 25. هذا حبايبي ال 17 وبعدين تايمز 25 مضروبه في 25. تعالوا يلا نضرب شكل ما بنضرب. ادي عندي 7 تايمز 5 از 35 يبقى هكتب ال 5 وعندي 3 حبايبي هكتبها فوق وبعدين 7 تايمز 2 از 14 وعندنا 3 يبقى 17. طبعا طالما هضرب خانه العشرات يبقى انا عندي الزيرو على طول في الاول وعندنا 1 تايمز 25 طبعا هي 25. طيب تعالوا بقى نشوف الخطوه الاخيره وهي الجمع. 5 بلس 0 از 5 7 بلس 5 از 12 هكتب 2 حبايبي واروح على طول احط 1 هناك. 1 بلس 1 از 2 اند 2 بلس 2 از 4 يطلع الناتج حبايبي 425 يعني 425. يبقى الناتج بتاعي حبايبي 425 يعني 425. تعالوا نشوف يلا حبايبي اول مساله لفظيه معانا. بيقول لي اسماء سيلز 65 شوكليت كيكس افري داي. بيقول لي اسماء كلمه سيل حبايبي بمعنى تبيع. طب بيبيع ايه؟ قال لي بيبيع 65 كيكه شوكولاته كل يوم. How many chocolate cakes will she sell in 20 days? بيقول لي يا ترى هتبيع قد ايه في 20 يوم؟ عشان اجيب المجموع لازم اضرب 20 في 65. تاني حبايبي لازم اضرب 20 في 65. يلا نحط الارقام بشكل رأسي. ادي 20 وادي ال 65 يبقى ادي 20 وادي 65. قلت اسهل حاجة حبايبي لما يكون عندي الرقمين فيهم رقم بدايته زيرو فبالتالي احط الزيرو ده ويبقى الامر سهل بقى لان هضرب يدوب الاتنين في 65. تعالوا يلا حبايبي 2 times 5 is 10. ترى احط التين كلها؟ قال لي لا هحط الزيرو. طيب والوان هيبقى عندي فوق. طيب 2 times 6 is 12 عندي 1 يبقى 13. تطلع حبايبي الناتج 1300. تاني 1300. يبقى لما يقول لي how many chocolate cakes will she sell in 20 days كم عدد كيكات الشوكولاتة اللي هتبيعها في 20 يوم هيطلع 1300 يعني 1300. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال الثاني في المسائل اللفظية. بيقول لي there are 45 bags filled with coins. يعني بقول لحبايبي في 45 شنطة مليانة عملات. There are 51 coins in each bag. Each bag يعني كل شنطة فيها 51 عملة. How many coins are there in all bags؟ يبقى عايز عدد العملات في كل الشنط يعني في ال 45 شنطة. يبقى إذن لازم أضرب ال 45 ال 45 في 51 في ال 51 عملة. طيب تعالوا يلا نضرب حبايبي. تعالوا نشوف الوانز الاول الاحد. 5 تايمز 1 از 5 اند 5 تايمز 5 از 25 تطلع حبايبي 255. تعالوا يلا نضرب خانه العشرات. يبقى على طول لازم اضرب هنا حبايبي 0 على طول لازم احط 0 في الخانه الاولى وبعدين 4 تايمز 1 از 4 اند 4 تايمز 5 از 20 يبقى هكتب 20. تعالوا يلا حبايبي نجمع ونشوف الرقم هيطلع ايه ودي الخطوة الأخيرة. 5 plus 0 is 5 اوكي. طيب 5 plus 4 is 9 2 plus 0 is 2 and 2 طبعا مفيش معاها حاجة فهتنزل شكل ما هي يبقى 2295 2295 عملة اللي موجودين في ال 45 شنطة. وبكده حبايبي يبقى انا قدرت اضرب عدد مكون من رقمين سواء اي رقم فيهم بدايته زيرو او اي رقم عادي مش شرط انه يكون زيرو. يا رب نكون استوعبنا الدرس. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش
اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنونا في الدرس الخامس والسادس بإذن الله. جود باي، سلام عليكم.